تنظم الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل الطبعة الثالثة لسباق ماراثون في ميمون. على كل حال اليوم كان عندنا افتتاح هذه التظاهرة الرياضية بحضور مدير شباب ورياضة وبعض إطارات مديرية شباب ورياضة. بهذه المناسبة نقدم بالشكر إلى الوالي وإلى مدير الشباب والرياضة على رأسهم مدير الشباب والرياضة لقبولهم احتضان هذه الطبعة الثالثة. العدد راه يعني حوالي 100 عداء اللي راهم حاضرين. إن شاء الله كما نقولوا غدوة إن شاء الله صباح انطلاق الأول لهذا السباق، والسباق هذا بيجري بخمس مراحل. الحاجة الخاصة في هذه الطبعة هذه أنه كانت يعني تابعة لولاية أضرار. طبعا هذه إن شاء الله الوالي، هناك والي ولاية تيميمون اللي راح يشرف على هذه التظاهرة الرياضية.